أحسن الله إليكم. المرسل ميم عين ميم من الرياض يقول: ما حكم النفقة والسكنة للزوجة الثانية إذا كانت عاملة؟ وهل للزوج أن يمتنع عن تسديد إيجار البيت والفواتير ونحو ذلك بحجة أن زوجته الثانية عاملة ولها راتب؟ الأصل وجوب نفقة الزوجة وسكنها وكسوتها على الزوج، هذا هو الأصل. فإن شرط عليها عند العقد، عند عقد النكاح، أن تنفق على نفسها أو أن تدفع إيجار البيت، فالمسلمون على شروطه فله ذلك. لكن إذا لم يشترط عليها فإنها تجب عليه نفقتها، ولو كانت عندها أموال طائلة أو رواتب ضخمة، فإن نفقتها على الزوج. نعم.